في الطبعة الثانية للمسابقة الكبرى لحقوق الطفل، كرمت الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة بالتنسيق مع منظمة اليونيسف الأطفال الفائزين، وذلك بمناسبة اليوم الوطني للطفولة المصادف للخامس عشر جويلية. أصعب الأشياء اللي ربما كانت في بالنسبة للجنة التحكيم أنها تختار ما بين إبداعات الأطفال، لأنه بالنسبة لنا احنا كهيئة ولا كل الحضور ولا اليونيسف أن كل الأطفال فائزين. أنا نهني كل الأطفال اللي شاركوا معنا ونقول لهم أنه في منا إن شاء الله كل مرة راح تكون مسابقات متعلقة خاصة بحقوق الطفل. اليوم راح يكون تكريم عدد قليل من الأطفال نظراً للبروتوكول الصحي، وهذا حماية لحقوق أطفالنا صحتهم وحماية لكل الأسر اللي حاضرين معنا وللجميع. اخترنا أن نكرم بعض الأطفال الفائزين المقيمين بولاية الجزائر العاصمة، وأتعهد أمامكم اليوم بأن كل الهدايا ستنقل إلى كل الأطفال في 58 ولاية بالنسبة للأطفال الباقين الفائزين. اليوم نلتقي مرة أخرى لنحتفي بالطفولة من خلال هذه المسابقة في طبعتها الثانية، ونستمتع اليوم بإبداعاتهم المختلفة في الغناء والشعر والرسم والقصة وغير ذلك من الإبداعات، كما نثمن في هذه الفرصة إقبال الأطفال ونشجعهم على استعمالهم الأمثل للوسائل التكنولوجية بطريقة إيجابية ومفيدة. المسابقة التي تحمل شعار أرسم أحكي وغني عرفت فوز 50 طفلا من أصل 2000 شاركوا من مختلف ولايات الوطن. فرحة كبيرة، فرحة كبيرة ما نقدرش نوصلها نوصفها، لخاطش كيما نشوف شو كامل يعني تحدي. إن شاء الله نشارك في مسابقات واحدة أخرين وندي كادو. شارك في هذه المسابقة برسمة عبرت فيها عن حقوق بعض أهم حقوق الطفل، والحمد لله فزت بهذه المسابقة. وتبقى مثل هذه المبادرات فرصة للطفل للتعبير عن ذاته من خلال تفجير طاقاته ومواهبه بكل الأشكال الممكنة، وذلك ضمن استراتيجية شاملة لترقية هذه الشريحة.